المرجعية ولا أحكم بالمرجعية، وإنما وجدت المرجعية طريقا واسعا إلى التبليغ وطريقا صحيحا إلى التبليغ، فأردت أن أرتبط بالناس وأرتبط بالتبليغ عن طريق المرجعية. صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل. المحور الثالث أخلاق السيد رضوان الله تعالى عليه. يقول الله عز وجل يصف رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الواقع أخلاق عالية جسد أخلاق الأنبياء، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان يحاور كما أشرنا إلى ذلك، مو أكثر معني، مو بس هذا، وإنما كان يقول، قال كان أمير المؤمنين يقول: أنا لست بفوق الأخطئ وأمير المؤمنين مقصود. كان مستعد أن يستمع لأي إشكال وأي نقد، وكان يتحمل ويصبر. وهذه من الأخلاق الرائعة. النقطة الأخيرة بعيدا عن هذه المحاور، لأن احنا ما عندنا في الواقع، النقطة المهمة تتعلق بنا نحن المقلدون المحبون التابعون لعلمائنا لمرجعياتنا. هذا السؤال المهم: هل علينا مسؤوليات؟ هل تتوجب علينا تكاليف ومسؤوليات اتجاه المراجع واتجاه مرجعنا؟ هاي المسألة أنا أعتقد ينبغي أن نلتفت إليها كثيراً. ربما الإنسان يتصور أنه إذا كبر يعني في هذه المرجعية أو في تلك، زين، وبدأ يحاول أن يتنافس في الألقاب، يتصور أنه هذه المسألة هي هاي المرحلة اللي يصل إليها، زين، هو هذا هذه الأمانة العلمية التي تتوجب عليه، والواقع غير ذلك. أمير المؤمنين صلوات، يعني هواي ناس مثلا ممكن يقول الإنسان بأنني أنتمي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا أحب عليا ولكنني لا أتبع عليا في أخلاقه، ولا أتبع عليا سلام الله عليه في تدينه، ولا أخذ مواعظ أمير المؤمنين، ولا أسير على منهجه. هذا مو دين الحقيقي، هذا مو إنسان محب لأمير المؤمنين بشكل صحيح. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لعثمان بن حنيف: ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك فأعينني برب ورع واجتهاد وعفة سوسلة. ماذا أريد أن أقول باختصار؟ أريد أن أقول بأن علينا أن نتعلم من شفافية السيد ومن فتاحه ومن أخلاقه. كان مستعد للانتقاد، لكن انتقاد الفكرة، كان يقول: الفكرة إذا خرجت من الإنسان ما أصبحت ملكه فقط، أصبحت ملك الجميع. يستطيع كل إنسان أن ينتقد الفكرة ولا ننتقد الشخص. علينا أن نتعلم من أخلاقه وأن نهتدي بسلوكه وصبره. ولذلك عندما يقول باري عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في الأخلاق، التنافس في الورع، التنافس في الشفافية عند الإنسان. قطعا السيد رحمة الله عليه كان يعشق الحسين، وكان يحب أبا عبد الله الحسين ويشير إليه، وكأنني بأبي عبد الله الحسين عندما وقف أمام معسكر ابن سعد قال: ماذا تريدون مني؟ كما يقول الشاعر، سوف أتكلم عن لسان الشاعر، يقول: لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابه. سلام الله عليك أبا عبد الله، تخاطب الناس وهي لا تريد أن تفهم ولا تريد أن تصغى لأبي عبد الله الحسين. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر الناب، أم لم يوص بنا النبي
وأودع الثقلين فيكم عترة وكتاب. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه معتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا. صلت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجدة الضبا محرابا. ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرايا. صخر الأصم لذايا يا بايا. له في جسمك في الصعيد مجردا عريان تقسوه الدماء ثيايا. ودت لجسمك لو تكون ترابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اغسل كل عريان، اللهم اغفر لكل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم احفظ كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، والى روح نرجع الدين الكبير. آية الله الأم سيد محمد حسين رب الله نهدي ثواب سورة الفاتحة تسلبها الصلاة على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.